باطنية انضباطية يا اسماعيلية عملية انتقادية وواقعية استقلالية هي رأس الأنانية سرية حالية سيكولوجية استراتيجية قاضية ونهائية خلقت أسست لإسقاط القضية عمليات انتحارية طائرات مدنية إكساح الجوزاء إرهاب اقتصادية لصالح طبقات الأرستقراطية حسابات تجارية رهيبة مخفية لا يزالون يكدسون أرصاد النقدية هذه هي قصة السياسة وما فيها من فئات المافيات بذات النية نهب العراق والأفغان منتهية والآن يتهمون إيران وسوريا ويدعون أن هذه الحروب للحرية للإفيون السلاح والمنتجات النفطية هم الإرهابيون بإمكانات نووية نحن المستهدفون دون أي رفاهية يا مقاومون نواجه إمبراطورية تكنولوجية بالمية مية أحلامي ثورية الله يقوينا ويحمينا باطنية انضباطية يا إسماعيلية عملية انتقادية وواقعية استقلالية هي رأس الأنانية سرية حالية سيكولوجية سياسة مقلوبات بس القوى الرشوة يحفر حفرانا خورك الزاق يتح راسوا فيها لو محسن العربية لعبين علينا كنشوفوا شعب العربي بتاعوا فيها عايشين الحياة بدموع دمياس وخمنا دمرة حي جبر قلبو رميات بين روح بالدام جبنا لكم جهاد بلسان وصلنا لآخر زمان صلح الدين أمير أمين معلم وأسلم كلام الحقيقة خرجين من لهنا وي ريبريزنت عراق كرامات شعبنا سياسة مقلوبات باطنية انضباطية يا إسماعيلية عملية انتقادية وواقعية استقلالية هي رأس الأنانية سرية حالية خليني عايش حر وين مستقبل ولادي تهجرنا لما باعوا تراب بلادي من مدينة للغابي استقبلوني كإرهابي بس عشان على الهوية لاجئ من قلب لبنان هاي هي قوانين العنصرية ضد أم العربية ضد وطننا الفلسطينية طول عمري ما حنسى مستحيل اني سامحك تكلم لغات ما في حدا سامعك عيني الحلوة بيروت برج البراجني صبرات شتلة ينادوا الإرادة لمين نشكي لما جراف تدمر البيت كافي تحكي حالك وتدق راسك بالحيط ووقف يلا فز خلي العالم يهز بلا بكار ارفع راسك افعالك سود الوجه نبني الدولة من غير الخيانة عمال الشياطين والسياسة باطنية انضباطية يا إسماعيلية